أنا البطل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3W.الحياة.فم. برنامج أنا البطل كالعادة يجيكم في نفس الموعد ونفس التوقيت يوم الأحد. اليوم باش نحكيو على زوز رياضات في نفس الوقت، رياضة الفردية والجماعية تمارس فيها ضيفتنا اليوم مرام النجار، باش تكتشفوها تباعا في الحصة متاعنا اليوم. كالعادة في تأثيث الحصة اليوم باش يرافقني أحمد المخلوفي في الإخراج الرقمي وأيمن ليغا في الإخراج التقني. في البداية نرحب بضيفتي، مرحبا بك مرام. السلام سي عبد الله، ميرسي بوكو بور سيتيشن. باه لاباس، شنو جاوك؟ شنو عامله في القرايه ساعه؟ صافا ماشي القرايه؟ رجله. باه، شكرا لك مره اخرى على حضورك على الحياه فهم. اكيد اليوم حلقه سبيسيال، الضيفه نتاعنا تمارس زوز رياضات في نفس الوقت، الرياضه الفرديه رياضه التايكواندو والرياضه الجماعيه هي كره السله. نبداو بالرياضه الفرديه. حاب نسالك سؤال قبل ما ندخل في الرياضه، شنو تقرا وين تقرا؟ نقرا بريمير اني ليسي بيلوت كارو. قد جبت ساعه موين؟ 15 22. تبارك الله، حتى في الدراسه متفوقه. بالرياضه انت متفوقه في القرايه ونموذجي، اكيد برشا ناس تلقاهم قليل ونلقاو شكون يوفق ما بين القرايه والرياضه نتاعهم. انت تبارك الله 15 معدل. الرياضه هذه كيفاش جات الفكره وكيفاش تشجعت وكان غرامك بالرياضه؟ نعرف المتفوقين في الدراسه قليل تلقى غرامهم بالرياضه. والله بالنسبه لكيفاش معناها نلم سبور ولا القرايه فرض وقت سهل على الاخر، هو تنظيم الوقت. يعني تنظم وقتك، تقول غدوه مثال اونترينمون سي اونترينمون، والا تقول غدوه سيري سي سيري، معناها تواظب في الحاجه اللي باش تحطها انت. في البدايه مرام، قداش عندك تمارس في الرياضة ساعة؟ نتاع تايكواندو؟ تايكواندو، نبداو بالتايكواندو. تروازيام تاعي. من التروازيام بريمير نتاعي حتى للويتيام، قصيت في الويتيام رياضة تايكواندو، وصلت للسانتور نوار، قصيت. بعديك في الصيف تاع نوفيام اني دخلت باسكيت، وقتها لقيت روحي. خلينا نحكيو ساعة تايكواندو، تقريبا هنا 7 سنين. 7 سنين. تتدرب في التايكواندو، شكون غرمك بالرياضه هذه الساعه قبل؟ والله كنا قاعدين راضيين شويه لسي اللي بعدين لسي عقبه فيه سال نتاع تايكواندو، مشينا له انا وما اخويا على اساس خويا باش قايد. يا اخي قلت له بابا مشيش خلينا ندخل. وقتها تغرمت بيه وزدت حبيت وتالقت فيه. يعني اول مره دخلت لرياضه التايكواندو قداش عمرك؟ عمري 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. أول دخولك للعالم هذايا كيفاش كنت كأول ظهور معاهم، خاصة في مع أصحابك تأقلمت فيسا؟ باللول حاولت نعطي أقوى ما عندي باش نظهر. بعد ما ظهرت تبارك الله تألقت، بعد نجمت نعطي أقوى ما عندي. مالا في العائلة فهمش كون شجعك أكثر؟ ما مغرومة زاد بالرياضة أمك؟ لا. أما شجعتك باش؟ شجعتني هي مغرومة لي الحقيقة. عند شكون تدربت أنت؟ عند سعيمات الشريف. وين تدربوا؟ تدربنا في ليسي عقبة عاملين سالة هذيك نتاع اونترينمون. يعني شاركت، خلينا نقولوا في شاركت بطولات برشا. شنو هي أهم؟ خديت هكا جوائز ميداليات؟ خديت ميداي دور في سوسة وقت على تونس الكل، وميداي ميداي دارجون في القبة وقت عمل لا كومبيتيسيون ناسيونال. اكيد تلعبوا مرام بالوزن عندكم، يعني بالميزان؟ اي بالكيلو. بالكيلو تلعبوا؟ ديجا انا شاركت كان في لي بومزي، ما شاركتش في كومباويت قبل، شاركت كان في لي بومزي. ولكن تألقت في هذوم، تألقت بالكدي، يعني حتى كي شاركت تحصلت على جو. خذيت دي ميداي بخليف، شاركت برشا في قروين، خذيت دو ميداي دور، شاركت في برشا في برشا بلايص، خذيت برشا ميداليات معناها. وفانا حزام انت وصلت؟ وصلت لسانتور نوار. اخر حزام؟ اخر حزام وقت في الويتيام قصيت. هو كل عام تقوموا يعني باجتياز الاحزمه ولا كيفاش تصير العمليه؟ هو اون برانسيب كل 3 mois. كل 3 شهور. كل 3 شهور يصير معناتها تقدم من حزام. كيفاش الترتيب نتاعهم مرام؟ فما اصفر واحد واصفر اثنين، بعدك اخضر واحد واخضر اثنين،
بعديك ازرق واحد وازرق اثنين بعديك اورانجي اورانجي 1 اورانجي 2 بعديك احمر احمر واحد احمر اثنين بعديك دومي نوار شطر احمر شطر اكحل بعديك يبدا بالجراد نتاع النوار انوار 1 انوار 2 حتى انوار 10 وين تعدي ياسك في قروان قدام لجنه من برا كيفاش في تونس في تونس تعدي في تونس الواحد نتاع النوار اما في الباقي كل لونترينور نتاعك هو اللي يعطيه لك اما اخر حزام لجنه ما خرج القرون يعني من تونس اي من تونس مش الحزام نتاعك وشنو نوعيه الامتحان اللي جاك في النوار يعني في الحزام الاخير لي ويت بومزي يعني تكون حافظ انت تا حافظتهم ولا الحل نسيت ما خاطرتي علاش تو باش نمهدو خاطر من رياضه التايكوندو تعدينا للباسكيت قليل تلقى شكون مختص في رياضه ويمشي رياضه اخرى صحيح خاطر من الفردي الجماعي صعيب ياس وقتاش دخلت العالم كره السله في وقت النوفيام نتاعي وقت كملت النوفيام وشحت اول بريمير او كيما قاعدين نشهدوا يعني التالق نتاعك لهنا ولا الجوائز نتاعك والتكريمات هذه في رياضه كره السله هذه رياضه كره السله في الباسكت هذه في الكومبيتيشن انترناسيونال تاع مات انت الاولى في نحكيو على الباسكت وبعد نروحوا بين الدراسة والمات ونشوفوا الجواز الكل في الباسكت أول ما دخلت الكرة السلة كيفاش دخلت الكرة السلة؟ دخلت على أساس جو ونحب نطويل هذه البيت نتاعي كان من الأول بعد ذلك أنا قا روحي يعني الأفونتاج الوحيد أني ماركي من بعيد عجبت السلة نتاعي الضرب دفاعي كلمت ما على أساس باش نمشي للجوسكا ندخل للجوسكا ومنها بدي الغراء هاي وتو بديت تلعب مع الشبيبه النساء القيروانيه شنو الكاتيجوري نتاعك مينيم 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 اكيد قاعده تشارك في المقابلات مع بدايه الموسم شاركت في ضد سي سي سوقها ولقيت راحتك في الباسكيت اكثر من التايكوندو اي ولا غرمت باسكيت مع ستيك قداش عندك تو في الباسكيت خش من عام فمش عوي قداش وشهر قداش عندك من اول بديت القرايه هاي سي بون 3 أشهر 5 أشهر يعني دخلت تدرب عجبتها دخلت في الشبيبة النسائية وبديت طول تلعب في المقابلات يعني عندك إجازة عندي إجازة شنو الحاجات اللي لقيتهم في رياضة كرة السلة تتميز أكثر على رياضة التايكواندو هك خليتك متشبثة أكثر بالباسكيت اللي هي جماعية يعني كوليكتيف ها كوليكتيف صحيح ما فماش واحد برك يعني مثير في التايكواندو وحدك تجي وحدك تشارك وحدك كل شيء وحدك في الباسكيت عندك شكون حتى الاصحاب تعمل اصحاب مع الجماعه في الفازات بكون كلها مرام اكيد عندك طموح كبير برشا انه نولي جوغ ديكيب ناسيونال في المنتخب الوطني التونسي وسالتك انا قلت انه كيفاش توفق ما بين الدراسه والرياضه كيفاش الاوقات نتاعك اكيد تترنيو في الليل ترنيو في النهار الصباح بكري اي دونك لونترينمون يكون في الليل من 6 ل 8 بالنسبه لجوسكا من الاثنين حتى نهار الجمعه وسبت ولحد انا نترن في الاكاديمي خاص يعني من 5 حتى ل 6 5 ل 6 يعني قاعده توفق ما بين هكا وهكا اي به هذا بالنسبة للسبور أكيد عندكم تدريبات خاصة مادامك في الأكاديمية مش كما في الشبيبة النسائية صحيح يتلاو بكم أكثر ايه يعني أنت تو حسيت روحك في الأشهر هذوما بديت تتطور شوي ايه برشا شو الحاجات اللي حسيت أنك تطورت فيك نجم نعمل على روحي نهار آخر حتى كي نمشي إن شاء الله نهار آخر ليكيب ناسيونال نعرف نعمل على روحي برشا حاجات به واكيد شفنا انه تحصلت على الجائزه في الرياضيات يعني شنو هذيك القرايه شاركت وقتها كي خديت النوفيام نتاعي في الصيف بار فيسبوك نلقى كومبيتيسيون انترناسيونال على صعيد العالمي معناها كومبيتيسيون انترناسيونال على المات وانا مغرومه ونحب المات على الاخر شويه شاركت فيه جاتني وقتها شهاده من سويسرا من سويسرا على البارتيسيباسيون هذه ورجعت وقتها سنه رجعت عاود شاركت مره اخرى في كومبيتيسيون ناسيونال وقت خديت ميدال دو برونز يعطيكم قداش تحصلت ولا اسكور ما جانيش الشهاده تسمى حاجه باهيه برشا من قداش من واحد كان عندك فكره اللي يشاركوا برشا 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 برشا
صعد العالمي برشا. وعطيك الترتيب نتاعك انت اللي كوردوني كل ما زال ما وصلوش ما. جست عطيك الشهاده والملاحظه شنو الملاحظه اللي تريبيا وفي القرايه في المات قداش تاخذ سنين 18.5 هكاك مالك نموذج اكيد ريتم قوي شويه صحيح باش نلحق حاجه المغروم بها في القرايه المواد المغرومه بها مات مات كاو مغرومه بالمطالعه التربيه المدنيه لا قداش ناخذ فيها المدنيه 17 هذا ليه وماخذ 17 وفي السبور اكيد انت رياضيه اكيد في السبور تقعدت به 19 خيطه به 19 به اكيد عندك موهبه اخرى بكري نحكيو في الكواليس زاده داخله في نومبر في جمعيه مومبر كلوب تونفيزيون لي شي بيلوت كارون بيحكينا شويه شنو هي دونك تونفيزيون هو كلوب يعمل ديز اكسيون ديجا كل شيء معناها موثق في الباج فيسبوك نتاعهم كلوب تونفيزيون لي شي بيلوت كارون حتى فما يعني ركروتمون مازال كيتحال توا لعباد انتريسي ينجمو يدخلو اذا كانو انتريسي يعني بالحكاية ينجمو يدخلو شنو مراهم النشاطات نتاعكم غادي؟ كل شيء رياضية برشا برشا وفهم اعمار معينة شنو الاعمار؟ لجمعات الليسي خاص كان بالليسي الليسي خاطر راهو كي لعباد ينجمو يكونو يسمعو فينا توا تعجبهم الفكرة يقولك معنا النجم انا انت توضحت خاص كان بالمعهد النموذجي فقط يعني من الليسي اخر ما عندوش الحال من الليسي اخر فما يعني دي كلوب اخرين مثل في الجزائر فما دي كلوب غادي اوكي اذا كان ما عندكش كلوب في الليسي نتاعك تنجم تجي الليسي الكلوب هذا وهما انتم الليسي بيلوت نتاعكم عنده نوادي يعني بخلاف التلفزيون عندكم نوادي اخرين ينجم ينشطوا فيها ولا نادي المسرح نادي العالميه روبوتيك فهمت في باليش عندكم كان هذه المتواجده خاطر شفناها المره الاخرى ناشطه اكثر خاصه فما برشا قبيل حتى من التلاميذ اللي يقراوا غادي وشني انت الحاجه اللي المهمه اللي تقوم بها انت غادي صلب مونبر نشارك في ليزاكسيون نعاونهم نعمل معنا وهذا ما كيفاش نجم توفق بهم مرام بين الكلوب بين رياضة كرة السلة بين القراية نتاعك اللي تبارك الله جاب 15 مش بالسهل ثلاثة حاجات في نفس الوقت. اي صحيح هو ابار هذا يعني ليسي بيلوت مش سهل باش تجيب فيه نوت خاطر الريتم بالحق قوي على الاخر الحاجة الوحيدة اللي نقولها هو تنظيم الوقت اللي يحب معناه يوفق بين حاجتين وثلاثة وحتى أكثر أنه ينظم وقته وأون بلوس يعني يعمل الحاجة هذيك يقول غدوة أنترينمون سي أنترينمون يقول غدوة سيري سي سيري ما يبديش مثل يقول أنترينمون باهي سيري ها ميسيلش خلي المرة الجاية ولا يقول لك يحقوا الحاجة لازم يعملها أنت السيريات نتاعك وقتاش تخدمهم؟ قبل لونترينمون كي مثال قبل لونترينمون نقيدي سيريتي نخدم خدمتي كل شيء وبعد كان نمشي لونترينمون على اساس تفرهيد هذاك تفرهد بيه بروحي ومنظمه حتى في النوم نتاعك في الاوقات في الليل وقتاش ترقد ما حكيت 9 على 10 هي خاطر امور نوم صحي حتى على البدن نتاع الرياضي اكيد عندها فوائد كبيره اي وانت الرياضه بالنسبه ليك انت بدلت برشا حاجات نورمالمون في شخصيتك نوعيه التفكير العلاقات الطاقم كذا فاش حسيتها هكا بدلت لك برشا حاجات وليت نجم نعرف نحكي مع العبيد ندافع على روحي خاصه في كي شاركت في التايكواندو معناها ما عادش خاف على روحي في الشارع وكل شيء بالنسبه للباسكيت تعرفت كيف نحكي مع العبيد خاطر تحط روحك اون ايكيب مش سهل باش تحكي معاهم وتعرف كيف تعرف كل واحد شنو يحب وشنو ما يحبش هذا ما هو والحاجه الباقيه اللي هي ترسخ لك الروح الجماعيه والاندماج معك لاصحابك التاقلم معاهم واكيد تعلمت حاجه ما عرفتش كان شاطرني راي في رياضه كره السله حتى مع اصحابك انه عندكم روح رياضيه اكيد فما ربح وخساره في المباراه صحيح فما ربح وخسارة فما روح رياضية فما روح رياضية باهي أكيد أنت توا طبعا مقابلات قاعد أنت تشارك فيهم في رياضة كرة السلة التحضير نتاع المقابلة أنت أكيد مريت في الترمست الأولى يعني تعدي وسمان بلوكي فما يعني مقابلات قاعدة تصير التحضير نتاعك ذين كيفاش يكون كيفاش حضرت في السمان بلوكي
فيش من بلوكين يعني قاعدة نحضر للدورات متاعي كانوا ما عندي حتى شيء. كي كملت شمين بلوكي متاعي وقتها في الجمعة الأولى من العطلة يظهر لي صارت يعني المقابلة بين جيسكا والسي اس اس. وقتها نحيت من مخي فكرة القراية كومبليتمون وحطيت في مخي جوست الكومبيتيسيون هذا. لونترنمون وقتها كان كل يوم يعني بعدك شاركنا في الكومبيتيسيون هذا. صحيح خسرنا اما ليكار ما كانش برشا معاه كان 3 يعني ما قلقكش يعني الوقت والدفورات لا وقت الدفورات نحيت من مخي حكيت كومبيتيسيون جمل وقت الكومبيتيسيون نحيت من مخي حكيت الدفورات جمل. يعطيك الصح. يعني حتى خلينا نقولوا نحن في الدار اكيد امك وابوك يشجعوك على الحاجه هذه وديما حتى الاوقات نتاعك تكون منظمه وديما مثل يعاونوك حتى بالكلمه الباهيه ويشجعوك مش حتى تواصل. صحيح في حكيت الموافقه بين القرايه واللونترينمون ما مشجعتني كيفاش يعني اذا كان فما حاجه هكا ولا هكا في قرايتك باش تطيح ولا حاجه تنسى حكايه لونترينمون جمله يعني ذيك الحاجه الوحيده اللي خليتني نوافق بيناتهم الزوز. واو باهي في كلمه في ختام حصتنا اليوم على شكون تحب تسلم؟ ولا نحب نسلم على لي كوتش نتاعنا مشي ياسين البلايش كوتش وكوتش نجاح اسبوعي نقول لهم ميرسي ونحب نشكر ماما نقولها ميرسي بوكو خاطر كمش هي ما نجمش نوافق بين قرايتي ونعمل لي الحاجة هذوما الكل. شكرا لك مرام النجار. هكا وصلنا لنهايه حصتنا انا البطل. شكر خاص لاحمد المخلوفي كذلك ايمن ليغا اللي امنونا الحصه اليوم. عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الاسبوع القادم في حلقه جديده. متابعه طيبه لبقيه برامج الحياه تفهم. انا البطل.